عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، معنا الآن عبر السكايب الأستاذ معنا الآن هاتفيا الأستاذ إسماعيل السيد، الخبير في مجال التعليم. مساء الخير أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا بيك يا فندم. إزي حضرتك يا فندم النهاردة؟ وليه الثانوية العامة بعبع في حياة المصريين بينما العالم كله ما عندوش هذا البعبع؟ ايوه، سؤال جميل. أشكرك. هو طبعا الاستاذ الفاضل اللي سبقني بالحديث تكلم على ان هناك خطط وهناك كذا، ولكن هو السؤال الرئيسي الان في مسؤوليه الدوله، هل نحن يعني متفقون؟ انت حضراتكم طبعا كبرنامج وكفريق اعداد قد طبع بعض العناصر التي ترونها يعني منطقيه وعقلانيه، اي جهه محترمه فيها دوله فيها مؤسسات، ما هي المشاكل، ما هي مسؤوليه الدوله، كيف يمكن تطوير النظام. لكن هل هذا هو الشاغل الذي يشغل العصابه التي تحكم مصر؟ هل هو يشغلك ان تطور؟ اي منظومه تعليميه فيها قواسم او فيها عناصر محدده، المعلم، المباني التعليميه، الوسائل، المناهج، الطالب اللي هيدرس، الخطط التي توضع لتوظيف هؤلاء الطلبه. لكن الدوله مش بتعمل كده، الدوله بتعسكر. استاذ اسماعيل، نعم، سؤال لسعادتك، وانت راجل يعني خبير متخصص في مجال التعليم وايضا يعني على راس مؤسسه تعليميه، لو احنا عايزين يعني بدل ما نقول ماذا فعلوا، هم لم يفعلوا، هم اجرموا ان شئت ان تقول، ولكن كيف هم يفعلوا يا فندم؟ طب اكمل سؤالي، اكمل سؤالي. سعادتك، ما نيجي كيف تكون الثانويه العامه في مصر الفتره القادمه تليق بالمستوى التعليمي، وايضا يتخلص فيها الناس من هذا الكابوس وهذا الفزع؟ سعادتك لو تحط لنا يعني مجموعه من النقاط في شكل روشته، ماذا تقول؟ اولا يجب الغاء النظام الحالي ده تمام اجمالا، لان النظام الحالي يدمر العمليه التعليميه ويدمر الطلبه ويدمر اولياء الامور والبيوت. طيب نستبدله بايه؟ المجتمع. لكن احنا عايزين ان اولادنا يتعلموا تعليم راقي كما هو موجود في اقرب البلاد لنا، الاردن والامارات والسعوديه، دول حديثه بالنسبه للدوله المصريه اذا يعني نظرنا الى التاريخ، ولكن هم الان يتصدرون القائمه في مستوى التعليم. لماذا؟ لانهم لا يصنعون المشكلات ولا يضعون العراقيل امام تحصيل، امام اكتساب الطالب للعلم النافع، لانه يريد ان يستفيد منه مستقبلا. يبقى ابتداء لابد من ازاله البعبع الذي يقيم على البيوت، الضغط النفسي والمادي. ايوه، كيف ذلك يا استاذ اسماعيل؟ يعني كيف نستطيع ان نضع نظاما تعليميا يبدد هذه المخاوف ويبدا يكون له انعكاس تعليمي حقيقي؟ يعني سعادتك قلت النظام القديم يجب التخلص منه، فما هو شكل النظام الجديد؟ النظام الجديد ده احنا عندنا كوكب تعليميه ونحن في مؤسساتنا كنا نعمل على ان نرفع عن كاهل الطلاب واولياء الامور الرهبه في تحصيل العلم او في التعلم. الوسيله في التعليم لابد ان تتغير من انها وسيله للكذب الغير المشروع بالنسبة للمدرسين والسناتر، إلى مادة محببة إلى الطلب، يحب أنه يجي المدرسة ويتعلم ويحب أنه يحصل ويحب أن يكون عنده تخصص ومستقبل، يطلب أن يكون طبيب أو مهندس أو محامي أو محاسب أو غير ذلك، يحصل العلم ده حتى يتفوق. مش هو بيجي المدرسة بكرة عشان يحصل شهادة وفي الآخر بيقعد من غير عمل. نعم، احنا بنحبط الأولياء الأمور والأولاد مبكرا. ايوه استاذ اسماعيل، معلش انا اسف جدا لو بكرر السؤال تاني على سعادتك، انما مهم قوي. كيف نصل الى هذه الدرجه؟ ازاي انا اضع نظام تعليمي؟ مين اللي ضغط يا استاذنا الفاضل؟ انا وحضرتك الان بوضع نظريات غير قابله للتطبيق في مجتمع يقوم بخطوات ممنهجه لا احنا في تدمير التعليم ولتدمير الطلبه؟ لا، في اطار المعرفه سعادتك، بما لديك من معرفه وانت رجل خبير تربوي ومتخصص في مجال التعليم، انت شايف النظام الافضل ايه؟ يعني عشان يبقى النهارده نقول والله النظام الحالي نظام سيء ويجب تغييره، فنستبدله باي نظام تعليمي؟ النظام الناجح المتبع في كل الدول المتقدمه
العملية التعليمية والتربوية هي المناهج التي تقوم على التحصيل والتطبيق العملي في أثناء اليوم الدراسي دون إيجاد أي ضغوط لا على الطالب ولا على أولياء الأمور، وبالتالي أنت بتخلق بيئة صالحة للتعليم زي ما بيحصل في كل الدول، وهذا أمر موجود. يعني أنا مش محتاج إن أنا أوضح لحضرتك آلياته، لأن هذا معلوم في الأردن معمول به، في قطر، في الإمارات، حتى في السعودية. لكن اللي بيحصل في مصر العكس تماما، لا توجد عملية تعليمية في المدارس، فبالتالي بيتجهوا للمراكز التعليمية التي ترهقهم ماديا، التحصيل بيكون فيه صعوبة، التطبيق بيكون فيه صعوبة، فبالتالي بتأتي بالنتائج الكارثية الحاصلة الآن. لكن أنت انظر إلى نظام التدريس سواء في الدول العربية المتقدمة في العملية التعليمية والتربوية أو في الدول الأوروبية وغيرها. نعم. اليوم الدراسي بيكون منقسم ما بين تحصيل وتطبيقات عملية على ما تم تحصيله. نعم. بيروح الولد إلى بيته معلهوش ضغط، معلهوش عبء، معلهوش إشكالات بيورثها لأهل بيته، لأسرته، لأبوه، لأمه. نعم. أي بيت الآن عشان عنده طالب في ثانوية عامة كم يلزمه من المصروفات شهريا؟ نعم. من أين سيحصل عليه ولي الأمر؟ إذا صحيح. كان هو لا يجد صحيح. فرصة العمل الكريم. صحيح. إذا أنت حضرتك إحنا مش بنتكلم في نظريات، لا، إحنا عندنا أنظمة تعليمية موجودة ومسسمة ومخططة ونتائجها باهرة. تمام. انظر لنتائج الثانوية العامة مثلا في الأردن، في فلسطين، في الإمارات. هل أنت ترى النموذج في نماذج في المنطقة العربية؟ نعم. يعني أنت ترى أن هناك أولا يجب التخلص من النظام الحالي، وأنت ترى أن هناك نماذج عربية ناجحة في المنطقة العربية مثل الأردن والإمارات السعودية. بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ إسماعيل السيد الخبير التربوي والمتخصص في شؤون التعليم، وطبعا كان معنا عشان نتكلم على مسألة الثانوية العامة.